الرحمن الرحيم. معكم الدكتور عمرو محمد رفعت، مادة كمبيوتر جرافيكس. ده اللاب الأولاني، وإن شاء الله هناخد فيه إزاي إن إحنا نستول الـ Integrated Development Environment بتاعنا اللي هنشتغل بيه، وإزاي هنكونكت على الكود في الجيت هاب. أول حاجة إن إحنا هنداونلود الـ Visual Studio Code. احنا هنشتغل بالفيجوال ستوديو كود في الكورس دوت، او الفيجوال ستوديو كود بورتبل. الاثنين شغالين معانا. بورتبل احسن عشان تقدر بسهوله ان انت تعمل له كوبي من مكان لمكان تاني. فالفيجوال ستوديو كود بيحتاج لما بيعمل له انستول بيبقى انستول على الماشين اللي انت عملت لها انستول فقط. اما البورتبل فانت ممكن تنستوله على الماشين وانستول الاكستنشن اللي انت عايزها، وبعد كده هو ممكن يحصل عمليه تداول للفولدر دوت للجميع. يعني ممكن واحد بس ينستوله وبعد كده ينقله للاخرين. خلينا نقول ان احنا هننستول الفيجوال ستوديو كود اللي هو البورتبل فيرجن. فبالنسبه للبورتبل فيرجن هنشوف الفايل بتاعه. هو ده الفيجوال ستوديو كود بورتبل. احنا هنعمله انستليشن. ده المكان اللي هنتعمل فيه انستليشن سي بورت ابس على في اس. طبعا انت ممكن تغيره بالشكل اللي انت عايزه. ده المكان بعد ما عملنا انستليشن. دلوقتي لو انا جيت ارن وبدوس على دوت وبعمل ايران، هو ده الفيجوال ستوديو كود. دي أول خطوة إن أنا أطمن إن هو عملت له انستليشن. بعد كده دوت أبدأ انستول الاكستنشنز اللي هي هتبقى مفيدة بالنسبة لي، ودي اللي أنا هوريها لكم دلوقتي. هروح للخانة ديت اللي هي فيها الاكستنشنز، وأبدأ انستول الاكستنشنز اللي هتفيدني. أول اكستنشن هينستوله هو الاكستنشن بتاع السي شارب، فهنختاره. طبعا المفروض اول مره بتجهز فيها الفيجوال ستوديو كود تكون كونكتد على الانترنت. بعد كده مش مهم تبقى كونكتد على الانترنت. لما تخلص كل اللي هتعمله الفولدر دوت اللي هو فيه الانستليشن ممكن يتعمل له كوبي لاي جهاز تاني. فاحنا هنروح نختار دوت. مجرد ما انا هقول له انستول هو ساعتها يبدا الانستليشن زي ما احنا شايفين. فانا هقول له انا عايزه مثلا على الدارك زي ما انا كده اهوت. خلاص كده انستولد. في برضه اكستنشن تاني مفيد اللي هو دوت، ممكن نعمله انستول. ده بيساعدني في ان انا لما اكتب بيعمل انتلي سنس زي ما احنا شايفين. هو دلوقتي بيعمل له انستليشن. كده خلاص انستولد. في برضو عندنا البيت لندا وفيت، احنا ممكن برضو نعمل له انستول. تمام. بعد كده هوت نستول برضو الاكستنشن دوت اللي اسمه كود رانر. ده برضو مفيد. في حاجات بتخلي الديفلوبمنت بيبقى تجربة لذيذة وسريعة، فدي من الحاجات الظريفة. في برضو الاكستنشن دوت اللي هو اسمه كود سبيل تشيكر. ده ظريف برضو عشان لما تيجي تكتب كومنتس ولا حاجة يبقى يوضح لك ان في مشكلة. هنعمله انستول.
برضو واحد احنا محتاجينه هو get graph اللي هو دوت نعمله install برضو تمام هننستول كمان اللي هو ال git history دوت وفي كمان اللي هو git hop ايوه هو دوت git hop pull requests issues ده برضو انا عملو انستول تمام في واحد كمان اسمه جيت جيت لينس هذا احنا اوريدي عملنا انستول طب تمام طيب في واحدة كمان مفيدة اسمها productivity back ايوه هي دي productivity back ده جميل جدا ده فيه مجموعة هايلة من الـ extensions اللي هتخلي لك تنظيم الكود هيبقى سهل جدا وظريف احنا ممكن برضه ننستولها في واحدة كمان ظريفة اسمها Visual Studio Code Solution Explorer تحت هي ديت برضه مفيد ان احنا نعمل له انستول بيخلينا نشوف ال solution بتاعي زي اللي احنا بنشوفه في Visual Studio العادي كده ايه عملنا له installation دلوقتي بعد ما خلصنا الكلام دوت نرجع للفولدر سبيس بتاعنا اللي هو دوت هن open folder احنا عايزين نعمل كلون repository هنبدأ ن provide ال URL بتاع الكود اللي هو دوت ده اللي فيه source code اللي احنا هنشتغل فيه هيبدأ يسألني بعد كده انت عايز تحطه فين اللي هو هنحط السورس كود ممكن نختار اي مكان مناسب مثلا سورس زي ما عجبنا يعني ممكن نحط اللي احنا المكان اللي احنا عايزينه ونعمل عملية ايه نحط مثلا اسم مناسب نسميه مثلا هو كمبيوتر جرافيكس واضح ان انا مسمي الاسم ده قبل كده طيب خلينا الاسم ده صغير خلينا نحطه في حته بره مثلا كده نسمي كمبيوتر جرافيكس كورس مثلا فهو ده المكان اللي انا هحط فيه هو ساعتها هيبدا يداونلود خلاص كده الداونلود خلص اوبن ذا كلون هقول له اوبن ده ايه الكود اتفتح عندي تمام ادي السورس كود مظبوط الاو اتاكد بس ان كل حاجه نزلت تمام كده ده السورس كود بتاعنا
صلاح الغنى ان هو قاعد يستول بعض الحاجات اللي هي الباكجز اللي هو محتاجها. فاحنا نستنى لغايه ما هو يخلص خالص الانستليشن، بتبقى ظاهره في الايه في الاوتبوت ويندو اوتبوت تيرمينال زي ما احنا شايفين تحت يعني. قاعد يستول الباكجز اللي هو محتاجها، السورس كود ده محتاجها. هنستنى شويه ممكن يطلع لي في الاخر بعد ما اخلص حاجة زي ديت كده: there are unresolved dependencies, please execute the restore command to continue. هروح انا دايس على restore واستنى لما هو ايه يخلص ال restorations بتاعت ال packages المصر. هتلاقي الاوت بيطلع عندك في الشاشة ديت كده. بعد كده لو وصلنا للمرحلة ديت فاحنا بس ممكن بعد كده بس نجرب ان هو شغال ولا لا، ان احنا لما يخلص هو الاوت بتاعه عمل ريستور زي ما احنا شايفين وكل حاجه، ممكن بس ندوس F5 عشان نعمل كومبايليشن للكود كده. بيكومبايل الكود وبعد كده ندوس كده شغال باذن الله، وكده يبقى احنا عملنا انستليشن للاي دي اي اللي هنشتغل بيه، وطمنا ان الكود بيشتغل بشكل سليم. وإن شاء الله المرة الجاية هنبدأ نستعرض الكود نفسه. شكرا ليكم.